السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله غندير معكم واحد التخمام بسيط. غادي نمسح البلاكار اللي عندي فوق ديال فيه الاواني اللي ما كنستعملش يوميا، اللي كنستعمل الضياف مثلا، نستعمل الاواني اللي ما كنستعملش يوميا. بغيت نشارك معكم هذا الجزء هذا. كما كتعرفوا دابا الجو الحمد لله بدا كيتشمش و ضروري ما كلش هذا في التخمام. وغنبدا بالكوزينه هي الاولى. بالنسبه انا الطريقه اللي نعتمد في التخمام ما كنكثرش عليا نهائيا، كنبدا ديما جزء بجزء، ما كنكثرش عليا. ضروري خصني نحيد كلشي في مره حيت كنعيا. اللهم ما نزيرش راسي، كنبدا غير جزء بجزء. النهار اللي غادي نمسح فيه مثلا الحيطه، النهار اللي غادي نخصو غير واحد البلاكار، الثاني كل نهار شويه شويه حتى كنكمل بدا كلها ان شاء الله. وإلا بغيتو ان شاء الله نشارك معكم كاع هاد السلسله هادي ديال التنظيف، خليوها ليا في التعليق ان شاء الله. نشارك معكم جميع المراحل ديال الدار كامله، وغير فقط فيديو تحفيزي اللي كنشجعوا فيه بعضياتنا كما كتعرفوا. ودابا غادي نوريكم حتى الاواني اللي عندي وكيفاش غادي نضف البلاكار ان شاء الله. وكيف العاده ما تنساوش تشجعوني وتخليو ليا تعليق وجيم. وبالنسبه للمشتركين الجدد مرحبا بهم، ما ينساوش يدقوا على الجرس باش يوصلوا بالجديد، وعلى المربع الاحمر كذلك. ودابا كنتمنى لكم فرجه ممتعه. هذا هو البلاكار اللي قلت لكم، ها هو كما كتشوفوا راه ملون ومستخلص الصراحه، حيت جبت مؤخرا شحال ديال الاواني وبقيت غير كنلوحهم، مازال ما لقيتش لهم البلاصه. خصني نخويه كله عاد ننظم كل حاجه بلاصتها. كنخذ هاد الشيطه وكنحاول نمسح مزيان هكا، كيكونوا يكون في الغرفه كما كتعرفوا نشوف مزيان هاد الباصل. هادو كما كتشوفوا ما حيدتهمش، نرجعهم بلاصتهم، نوريهم ليكم. هادو كبار حجم كبير كما كتشوفوا، هادو كبار بزاف ديال التقديم ديال المناسبات، كيهزوا حتى يعني الدجاج، ديري فيه رفيسه، بزاف ديال الاشياء. ما عرفتش الصراحه الثمن ديالهم واش 100 درهم ولا ما عقلتش. خديناهم من المرجان، ما عقلتش الصراحه. المهم زوينين للتقديم بحال هكا ديال المناسبات. خديت منهم جوج كما كتشوفوا، يعني في داخل البلاكار ما كنستعملش الماء نهائيا، يعني كنشطب كل حاجه بهادي. كنحيد هذاك الغبار اللي كيكون هنا في البلاط، كنمشي للغبار، ومن بعد كندوز واحد الخبيته اللي تكون ناشفه صافي. ضيف خديت هنايا الجيكس، درت فيها المصفوق ديال الاواني، غسل الاواني والخل. كنبدا التنظيف كما كتشوفوا، يعني كنحط هاد الشبر اللي كيكون فيه الزهور، راكم عارفين المطبخ، كنحك مزيان على هاد الشبر، كنستمر حتى كنحك المطبخ كله، كل هاد البلاكار كله. ها هو من بعد ما حكيتو مزيان، دوزت عليه واحد السربيزه اللي كتكون فازقه شويه باش يحيد الصابون، ومن بعد كندوز واحد السربيزه اللي كتكون ناشفه، كنمسحو مزيان باش ما يبقاش فيه الماء نهائيا، ضروري نشفوه مزيان. المهم نوريكم بعد الاواني اللي راني محطه في الفوق في البلاكه. غادي نوريكم هذا الفلاطو هذا. المهم هذا ماشي بزاف باش شريته. المهم ها هو كما كتشوفوا، يعني ديال التقديم وديال الضياف، كنحتفظ ديما به في هاد الساشي ديالها هكا باش حتى الرطوبه وداكشي. راكم عارفين دغيا هما كيتسداو البلاطوات، ضروري خصنا نحافظوا عليهم، نديروهم في الساشي ديالهم، نحاولوا ما امكن ما نغسلوهمش بزاف حتى داك الغسيل بزاف نتفاداو، تيبقاو ديما في اللون ديالهم ويبقاو زوينين هكا. الكرنات ديالو هكا باش يبقى ديما محافظ على الشكل ديالو. وبالنسبه للثمن هو راه مازال في الكرتونه، راه داير 140 درهم.
الفصل الاولاني في نفس الوقت غادي نوريكم داكشي اللي عندي. المهم واحد الفكره باش تخلوا الكيسان ديالكم كيلمعوا تسميع الكيسان، تستخدموا ديما المسحوق ديال غسل الاواني مع الخل حتى هو كيعطيهم واحد اللمعان. داكشي اللي درت دابا هنايا درت الخليط ديال المسحوق وديال الخل وكنغسل هاد الاواني كيخرجوا الصراحه كيلمعوا هاد الكيسان. هادو حتى هما كانوا عندي شحال هادي الصراحه صوت الكيسان بلا في ضغط كيما كيقولوا كنغسلهم كيما كتشوفوا. هانتوما كيما كتشوفو بصراحة كيرجعو للطيب. بعد كنحطهم يستقطروا فوق هاد الفوطه حتى كنكمل الغسل ديال الاواني كاملين. بالنسبه لهاد الطبيصلات هادو البيضين عندي من هادو كيتسدو بحال هكا كندير فيهم الزبده الزيت كاع هاد المسائل هادو عندي منهم شي 6 يمكن. وهاد الطبيصلات هادو خديت منهم كنت خديت منهم غير جوج مؤخرا من كل مره كنشري شي حاجه ولا ربعه فيهم هادو فيهم ربعه وهادو حتى هما عندي فيهم شي 6. المهم هادو هاد البيضين غنغسلهم حتى هما. هادو تاني حتى هما هاد لي بونبونيير ولا كندير فيهم السكر على حساب لي بونبون شوكولا. وهادي حتى هي هادي كنت خديتها من كيتيا يمكن بشي 40 درهم 40 درهم الى عقلت. المهم غير عجبني الديكور ديالها تقدر تقدم فيها حلويات هاد المسائل هادي. عندي هذا كيما هادو كانوا عندي شحال هادي ما قلتش على الثمن ديالهم في الصراحة. ها هما وهادو تا هما خديت كنت خديت منهم جوج. حتى هما كنت خديت واخده منهم جوج. المهم كيعجبني شي طبسه كناخد منهم جوج المهم كل مره غير الشهوه وصافي. كتعجبك شي حاجه كتشري هما حتى هادو منهم جوج حتى هما كيصلحوا للتقديم بهاد الامور هكا. وهاد الطبسه حتى هو حتى هما واخده منهم جوج. هادو ما عقلتش بصراحة واش 10 دراهم ولا 15 ما عقلتش بزاف حيت شحال هادي باش شريتهم. وهاد الطبسيل العجيب حتى هو المهم غير كنعجبني الشكل ديالو بصراحة ما زال ما استخدمتوش فشي حاجة. هو هذا غرق شوية من الوسط وفيه هاد الزواق هادو. الطبسيل هذا حتى هو على شكل بلاطو المهم راه غتكونوا شفتوه ديجا عندي قدمت فيه شحال من مره بعد الوصفات. هذا ما عقلتش واش 50 درهم يمكن كنت خديتو في الضرب وما ما عقلتش بالضبط. وهاد الطبسيل هذا الطويل صافي. هادو هما الاواني اللي كاينين بعدا في البلاكار. باقي عندي شي حوايج ولكن مجموعين في الكراتن ديالهم شي كيسان شي تخربيق بالنسبه للبلاكار هادشي اللي جا معاه فيه. المهم غادي نكمل دابا الغسيل ديالهم من بعد نستفهم في البلاكار.
هادو نسيت ما وريتهم لكمش، هادو خديتهم بخمسة دراهم من 1055، كانوا فيهم بعض الديفوات ونقصوا فيهم بحال هادي دابا فيها هاد الطبعة هادي، ولكن ملي كديري فيهم شي حاجة ما كيبقاش يبان فيهم بحال هاد الشيء. خديت منهم ربعة يعني عييت نعزل، كاينين اللي مهرسين كاينين وخداو منهم الناس بزاف. انا جيت حتى الاخر يعني بحال هكا 1055 كاين في كازا، مرة مرة راه كيديرو فيه بعض الحويجات اللي كيكونوا زوينين وبثمن مناسب، من هادو عجبوني خديت منهم ربعة. واخا يعني مختلفين في يعني جوج هما بحال بحال في هاد الزواق، هادي اللي كتكون في الجناب وهادي حتى هي بوحدة، والاخرى ثلاثة اللي هما بحال بحال، ثلاثة بحال بحال وهادي في هاد الشكل هذا، ولكن يعني فيهم غير هاد الضربات هادو اللي هنايا يعني ما يلقينش من الفوق، يعني الا درتي فيهم شي حاجه ما غيبانش فيهم هذاك الديفو. وخمسة دراهم يعني رخاص. هاد الزيف هادو حتى هما صار، هادو ما وريتهملكمش صافي، وانا كنستف. وبالنسبه لهاد الاولين ما حيدتهمش، يعني كانوا ديجا مغسولين. هاد السيرفيس هذا ديال الحريره غتكون شفتوه ديجا، قدمت فيه شحال من مره لي صوب والحريره، وهذاك التبسيل حتى هو راه تكون شفتوه. المهم ما عقلتش على الثمن ديالو حيت قديم عندي. وهادو الكيسان ديال اتاي، هادو كنخليهم للضياف وصافي. دابا بديت كنستف هاد الكيسان حتى هما، هادو كنت شريتهم شحال هادي في مرجان كيبانوا ليا مره مره، ما عقلتش شحال دايرين. عجبني الديكور ديالهم، هما هاد النقش هذا وهذيك الفراقة هادي درت نوريها لكم. هادي كنت عاد شريتها مؤخرا بعشرين درهم، الثمن ديالها رخيص. شوفوها هي كبيرة زعما، و الثمن ديالها مناسب عشرين درهم. نرجعها البسطة. المهم هنا ستفت دبايا هاد لي طاس بعدا درتهم هنايا، وهاد الترموس هادي عندي غير وحده مازال غادي نزيد ان شاء الله وصافي. وهنا بديت كنستف دابا يا المعنات من بعد ما مسحتهم. وها هو البلاكار من بعد ما نظفته من الخارج ومن الداخل وحتى داكشي اللي فيه. كما كتشوفوا نظمت البلاكار ديالي باقل تكاليف، يعني واخا ما عنديش دوك المنظمات اللي كيستعملوا الناس بزاف هكا باش ينظموا الاواني، بصراحة عمليا. ولكن الا ما عندناش هذا ما كيعنيش اننا ما نظموش البلاكار ديالنا بابسط الطرق وبابسط الامكانيات. يعني التنظيم ماشي بالضروره يعني يعني كيفاش غير تعرفي كيفاش تقادي الاواني ديالك وكل شيء كيولي مزيان. ها انتما كما كتشوفوا في الداخل كيفاش كيجي. المهم هاد لي طاس درت ليهم بحال هكا، هكا كيبقى لي لي سباس في البلاكار، وكيجي حتى الشكل ديالهم زوين. وها هو لتحت حتى هو، حطيت الكيسان ودرت هنايا هاد، وفي الداخل درت هادو. وحتى الكيسان كما كتشوفوا يعني ديك الطريقه اللي قلت لكم ديال الخل، بصراحه كترجع الكيسان كيلمعوا. هانتوما كما كتشوفوا راه كيبانوا لكم نقيين وكيلمعوا. الجهه حتى هي درت هنا داك البلاطو، وهنايا واحد العصاره ديال القهوه. المهم داك البريق ديالها راني كنستعملو، هي كنحطها هنا ما كنستعملهاش بزاف. وهاد الجهه حتى هي هنا درت هاد البلاطو عندي، هاد البلاطو هذا والطبسيل. البلاكار باقل تكاليف وكلشي كيبان، واي حاجه يعني كتبان بغيتي تجبديها. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم ويكون حفزكم حتى نتوما تنقيو هكا البلاكارات ديالكم وتنظموهم. الصراحه راه مره مره كيترولوا، ضروري ما خصنا ننظموهم مره مره. وهكا يعني عرفت شنو عندي نيت، وبغيت نزيد شي حويجات اخرين نعرف راسي شنو غادي نشري وشنو ما غنشريش. بعد مرات كتبقاي تشري تشري وتعاودي في الطباسل، مثلا من الطباسل اللي عندي ما غاديش نزيد منهم، وخاصني شي حوايج اخرين اللي غادي نزيدهم ان شاء الله.
وصافي، وكنشكركم بزاف على المتابعه، وما تنساوش تخليو ليا جيم وتعليق وتحفزوني اكثر. وبغيتو نزيدكم من هذا النوع من هذه الفيديوهات، خليوها ليا في التعليق وان شاء الله نزيد لكم فيديوهات متنوعه. وبسلام عليكم.